السلام عليكم ورحمة الله. في لا فيديو هذه راح نديرو ان اكزومبل خلاف وين نحاولوا نخدموا مع بعضنا ان اديتور دو تاكست اللي يشبه شوية البلوك نوت اللي نلقاو فيه. دونك اللوجيسيال راح نخدموه، الابليكاسيون راح نخدموها راح تكون شبه شوية لهذه. دونك تكون عندنا اون فينات عندها ان تيتر، عندها ان منو، وعندها هنايا ان شونسيزي يعني ولا ان اديتور اللي نقدروا نسيزيو فيه التاكست تاعنا، نسوفغارديوه دون ان فيشي، نقراو ان فيشي يعني دو سويت. دونك بلا ما نشرح بزاف نبدا ديريكت في البروجي تاعي. نكري ان بروجي جديد نسميه اديتور دو تكست. دونك في البروجي هذا نكري ديريكتومون اون كلاس، اون كلاس برينسيبال نسميها مين، نخليها في باكيج بار ديفو. دونك كيما نخدم توجور نحط لها بابليك ستاتيك فويد مين، سي بون. دونك هادي لا كلاس برينسيبال تاعي. ابري نزيد تاني اون كلاس خلاف للانترفاس جرافيك. ممكن يكون عندي بليزيور كلاس للانترفاس جرافيك في البروجي هذا. دونك لا كلاس الاولى نحطها في باكيج فيوز توجور، نسميها مين يو اي. دونك هادي الانترفاس برينسيبال تاعي. اليريت من لا كلاس جي فريم و سي بون. دونك في لا كلاس برينسيبال تاعي كالعادة نعرف لو كونستركتور اللي هو راح ينيسياليزي لا كلاس لما نكري لها انستانس، ونعرف لا ميثود انيت كومبوننت. دونك لا ميثود انيت كومبوننت هادي هي اللي رايحة تكري لي كومبوزون تاع لا كلاس هادي كل وتبلاسيهم كل كومبوزون في بلاصتو. دونك مثلا في المثال هذا ما عندي كومبوزون واحد اللي هو ليديتور، وعندي ان منو نعرف المنيو بار هنا. في المنيو بار هنا راح نحط دو منيو برك، ان منيو نسمي فيشي وان منيو نسمي اديسيون. دقيقه برك بلوك نوت. دونك راح نحط المنيو هذا، نحط منه كالكو زيتام، ونحط ثاني المنيو هذا نحط فيه حتى هو كالكو زيتام. نحط مثلا كوبي كوبي كولي سوبريمي سي دو سويت. دونك المنيو بار نسميه المنيو بار. جو بريفير لي كومبوزون نعرفهم كوم دي زاتريبيو في لا كلاس، باسكو اون كان نحب ناكسيدي لهم خارج لا كلاس هادي نلقاه، ولا نحب ناكسيدي لهم خارج كونستركتور ولا من خارج لا ميثود انيت كومبوندز نلقاهم اكسيسيبل نورمال. ابري في المنيو بار هذا نحط دو منيو. دونك جي منيو الاول فايل منيو ايغال نيو جي منيو باردون. دونك فيشي تقدروا تكتبوا فيشي، تكتبوا فايل، تكتبوا ملف، تكتبوا واش تحبوا. المهم تفهموا جافا، مش لازم نحكيو بزاف على لي لونغ ولا واش باللغه نكتب. فايل منيو نزيد ايديت منيو. دونك لهنا نسميها ايديسيون. دونك انا كريت لي دو منيو. ابري نزيد نكري تاني جي تكست بين كونتنت ايغال نيو جي تكست بين. سي بون كي حنا دركا في لافينتر تاعي ندير منيو بار بوان اد فايل منيو، ونزيد ندير لها اد ايديت منيو. ابري نقول this بوان اد كونتنت راح نجي في السونتر باسكو نخدم بوردر لاي اوت بار ديفو. راح تكون الفينات تاعي تخدم بوردر لاي اوت، دونك كيما نحدد شويه راح يجي في السونتر ويحكم لافينات كامله. كي عاد عندي كومبوزا واحد نقدر نحطو هكا بلا ما نخمم بزاف، ونزيد نقول this point set جي منيو بار، ونحط فيها المنيو بار اللي كرييتو. دونك في الكونستركتور نحدد التيتر
office.set title. Éditeur de texte. نحدد la position تاعها donc this.set bounds la position initiale à l'aqal donc عندي 50 50 نقولوا العرض 1000 والارتفاع 600 عندي اي حاجه خلاف this.set default close operation gframe.exit on close ou this.set visible true. Okay. Après, on crée une instance qui est un agent appel init component, ça peut visible. This.init component. On crée une instance, non? On va le look feel. On va le look and feel, on va le look and feel. Je ne sais pas, on va le look and feel standard à Java, il a le choix à l'moral, donc on va le faire avec quelqu'un. بيان سور تحبوا تبدلوهاش ما تبدلوهاش مي لازم لازم نخدم لازم يجي الكور مليح برك ابري غندير نيو مين يو اي سي بون نيكزيكوتي يو البوينتر اكسبت ما كريتلاش انستونس هذه يو جي بري بار c'est bon là on exécute voilà d'abord l'éditeur de texte il y a déjà l'interface l'ouverture bien sûr on a plusieurs versions les deux menus donc nous allons faire moi donc on s'est de la visite ou l'éditeur a daté on a fait plusieurs versions on va faire une version واحدة c'est à dire on a fait de la première étape mais un fichier واحد après on zid le zid le où il peut gérer plusieurs fichiers en même temps ou il peut plusieurs éditeurs en même temps et ainsi de suite donc à chaque fois donc on termine نسخة الأولية on va aller dans la majorité fait بالعقل حتى نوصلوا للنسخة النهائية اللي تكون قريبة قدر الإمكان لي فونكسيوناليتي دو باز على الأقل اللي كاينين في الإديتور هذايا تاع ويندوز على الأقل في الفلاتر ونجي لهنا نزيد لي زيتام لي منيو هذوما لازم نزيد لهم دي زيتام نقول جي منيو item donc les items اللي حاب نزيدهم عندي مثلا new donc هذا لي تام اللي فيه نوفو دونك هنا باش نكري نوفو في شيء مثلا عندي ثاني open دونك هذا نستخدمه باش نفتح في شيء جديد عندي سيف هنا باش نسوفغاردي الفيشي هذا في الملف اللي مربوط به باش نسوفغاردي يعني المحتوى اللي ديتور هذا في الملف المربوط به وعندي سيف از ثاني لو نسوفغاردي في ان فيشي لاف نكتبش سيف هنا نكتب اونريجستري باسكو قاعد نخدم الفرونسي بيان سور تخدموا بلا لونغ اللي تحبوا اونريجستري لي زيتام هذوما من بعد لهنا ناجوتيهم للمنيو تاعي نزيد نكري كالكو زيتام خلاف دونك عندي درت نيو اوبن سيف سيف از نزيد اكزيت دونك لو نحب نخرج البروغرام مثلا ندير كي تي اوكي دونك هنا هادو هما لي زيتام تاع المنيو الاول نقول فايل منيو add new item open save save as exit execute دركا راح لهنا نلقى بليزيور زيتام نقدر نخير منهم بيان سور نزيد المنيو الثاني حتى هو نكري له كالكو زيتام زيتام نحب نكريهم لهنا مثلا هما
copy 4 paste select all كيف كيف نقولوا copy copy كولي نقول سيليكسيونيتو مثلا سيليكسيون نزيدو خلاف بالك نخدموهم بالك نخدموهم سا ديبون عندي تي ريشيرش سيرش لو نحب نحوس على كلمة في ان دوكيومون وعندي ريبلايس لو نحب نحوس على كلمة نرومبلاسيها كيما صباح ما نقولك فيه كود بلوكس لا مش كود بلوكس مش اسمه بلوك نوت هنا مثلا في ديسون احنا نلقى رومبلاسي ونلقى ريشيرش نحط هنا ريشيرشي ونحط هنايا رومبلاسي بيان سور نحاول نقسم الخدمة تاع البروجي هذايا سور بليزيور فيديو بيان سور وكل فيديو راح نخدم فيها حاجة نحكم دركا لي زيتام هادوما نزيدهم في المنيو تاعي هادوما المفروض كل نديرهم بيبليك يمكن نسحق حاجه نرجعها بيبليك نورمال زيد في الايديت ايديت اد نبدا كوبي تاب كوبي ايتم بعد نزيد اللي يكونوا معاها عندي مثلا كات عندي بيست عندي سيلكت اول عندي سيرش عندي ريبليس فوالا دونك هنا راني حطيت لي زيتام اللي ممكن نخدمهم كل يعني ابري نشوفوا ونوصلوا هذاك هو لكن لكن شفت الخدمه طولت بزاف اني بالك نحبس في النص لكن مشاش ثقيله بزاف يعني نكملوه للاخر ان شاء الله اوكي درك خدمت الانترفاس دو باز يعني على الاقل كل اديتور فيه وين نكتبوا لو تكست تاعنا وفيه ايغالمون ان منيو مثلا لي ديفيرونت مانيبيولاسيون اللي نقدر نديروها كي نكتبوا التكست تاعنا وانا نبغي بيان مثلا نصوف غارديوه دون ان فيشي والله انا نبغي بيان مثلا نفتحوا تكست كي اكزيست ديجا اي ان سي دو سويت كيف بالنسبه لليديسيون مثلا وانا نبغي بيان كوبي ولا كولي ولا سيليكسيوني التكست اي ان سي دو سويت دونك دركا راح نبدا نبروغرامي كل واحد من لي بوطون هادمو نبدا باوفرير هو الاول باش نحس الكونتوني تاع فيشي مثلا ونحطه في ليديتور هنا ابري نروح للاون ريجستري باش نسوفغاردي الكونتوني في الفيشي تاعو اون ريجستري سو باش نسوفغاردي الكونتوني في اي فيشي خير لوتيزاتور كيتي باش نقفل البروغرام نبدا بالمنيو هذايا هو الاول ابري ممكن نزيدو نروحو للمنيو هذا دونك نشوفو حسب لافونسمون دونك لا فيديو هذه نحبسها هنا برك باسكو بدا تطول شويه وانتم طولت ريكلامي وتقولي ما ديرش فيديوهات طوال هاني مش حنديركم فيديوهات طوال دونك نقسمها في لا فيديو جايه برك ان شاء الله نكملوا نخدموا على لي كومبوزون تاع المنيو هذا